انت الموزه اللي في الفيديو؟ انا دلوقتي بس عرفت انتوا جايين تاخدوا الفيديوهات دي ليه؟ ليه؟ عشان تداروا على فضيحة زميلتكم والشركة في الجريمة. ايوه بالظبط كده. واحنا يا سيدي مستعدين نشتري منك الفيديوهات دي ب30,000 جنيه. 50,000 جنيه يا كده يا تنسوا الموضوع ده من اساسه وتتشاهدوا على روحك. واحنا موافقين، بس اديني مهله بس لغايه بكره الصبح اروح البنك اسحب الفلوس. السلام يا محمد. الله يسلمك. منور الاقصر والله. الاقصر منوره باصحابها. اتفضل. ايوه عربي انت فين؟ انا ادم. انت فين؟ انت فين يا عربي؟ طمنيني يا ماما، ابويا عامل ايه دلوقتي؟ يا كبدي علي يا بنتي، مصدوم، لا بياكل ولا بيشرب ولا بيكلم حد ابدا. انا السبب، بس انا يا ماما ما عملتش حاجه غلط. انا اتجوزت. محدش قال حاجه، اللي حصل حصل، بس هي المفاجاه صدمته شويه. معلش، عمر الدم ما يبقى ميه ابدا، وبنتك قدامك اهي في الحفظ والصون. ما هو ده اللي مطمني، انها قاعده معاكي وقدام عينيا يا حاج. المهم لازم نصالح حنا على ابوها، انا ما يخلصنيش ان هو يبقى غضبان عليها. ده عبيد ده طيب، ومهما كان برضه لازم هيهدى، وانا هقنعه ان هو يسامح حنا، دي مهما كان بنتنا برضه. اتفضل يا ديسي. ايه ده يا بطل؟ ده 1,000 جنيه من الفلوس اللي عليا لي. ماشي يا اختي، بس ولا مؤاخذه انت جبت الفلوس دي منين؟ تلاقيتي شغل ولا حاجه؟ لا انا بعت الخاتم والحلق بتوعي. طب ليه كده يا بطه؟ تبيعي سختك عشان تدفعي لي؟ سختي مره واحده؟ ده هم يا حصر الحتتين دول، واديني بعتهم كمان. طب وهتفضلي تبيعي لحد امتى يا بطه؟ لغايه ما ربنا يفرجها كده والاقي شغل. طب انا عندي فكره، ايه رايك لو تشتغلي في المحل عندي؟ اشتغل ايه؟ بياعه، وهديكي 500 جنيه في الشهر. ايه ده؟ انا كنت باخد 700 جنيه في المحل اللي انا كنت شغاله فيه. طب يا ستي 600 جنيه اخر كلام، وهاخد منهم 200 جنيه كل شهر تسددي الديون اللي عليكي واديكي الوصل. ايه ده؟ هيفضل لي 400 جنيه بس؟ الله، مش احسن من بلاش يا بطه وتقضيها مواصلات رايح جاي؟ انا الشغل تحت البيت. مش عارفه. طب فكري بس وردي عليا. انا صحيح يا ديسي، انت بتعمل معايا كده ليه؟ ده انت وامك ما بتقوناش يا بطه. احنا جيران، ومهما حصل مشاكل وحاجات كده مش لطيفه، لازم وقت الازمات نقف جنب بعض. ده النبي وصى على سابع جار. معقوله؟ معقوله انت يا ديسي تقول كده؟ للاسف كلكم واخدين عني فكره مش كويسه، لكن انا لو بصيتوا جوايا وجوه قلبي وقربتوا مني هتلاقوا ابيض زي الفل. باين لنا ظلمناك يا ديسي. مالك يا شوقي؟ شايل الهم ليه بس؟ كله من زفت الطين اللي اسمه عاطف ده. مال متنيل على عينه ده كمان؟ عيل مهزوز كده وخرع، وانا خايف بصراحة لا يغلط ويقول على السر. تفتكر يعملها؟ وليه لا؟ خصوصا بقى ان اليومين دول عمال يحلم بسمير مصالح ده ويقوم مفزوع منه. والواد ده لو غلط هنروح في 60 داهية. لا وبغباوته قال لي بنفسه انه ساب بصمته في شقة الامريكاني. يا لهوي، طب ده كده يبقى خطر على نفسه وخطر عليك.
ده لو دخل الاسم وخده بصمته لأي سبب هيجيب رجليك يا شوقي. كله إلا ما جايب رجلي. خلاص هات راسه قبل ما يجيب رجليك. يعني ايه؟ اخلص منه. اللي تعرف ديته اقتله. قلب الساعات اللي معاه ونهج على لبنان. ولا من شاف ولا من دري. لا 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 لا، ده برضو صاحبي وعشرة عمر. قرشك هو صاحبك يا شوقي، وخدها مني نصيحة، اخلص منه النهاردة قبل ما يورطك، بدل ما تندم عمرك كل انك معرفتش تخلص منه. هي دي الدنيا اللي بتحلمي بيها؟ هو ده البيت اللي كان نفسك فيه، اللي عملتي كل ركن فيه بمزاجك؟ كل ما ابص لونه اضحك وابقى مبسوطه. دلوقتي بقى بيك ابني بيفكرني باليوم المسؤول ده اللي دمر لي حياتي كلها. كل حاجة بقى طعمها مر قوي، حتى القوة اللي جوايا اتسربت كلها وبقت ضعف. وسام اللي انا بحبه عمال بيحطم فيا وبيقوى عليا اكتر واكتر. اكيد مش ده البني ادم اللي انا حبيته. مش هو، انا راهنت عليه. انا اكتشفت ان انا اخترت غلط. مش ده بس اللي انا اخترته، لا انا كلي غلط في غلط. ايوه انا كل حاجه فيا غلط. اعمل ايه؟ مش عارفه اعمل ايه. يا ربي اعمل ايه بس؟ اعمل ايه؟ ماما ماما. ايوه استرها يا رب. انا بكلمها، الموبايل بتاعها مقفول. ده مقفول من بدري قوي. يا ترى انت فين يا بنتي؟ يا ترى انت فين يا نانسي؟ انا امبارح لما عديت عليها في الجاليري جالها تليفون من واحد اسمه كريم. كريم؟ كريم صاحب ادب؟ معرفش، لما سالتها بتكلمي مين قالت لي هقول لك بعدين، بس ممكن جدا يكون هو كان عايزها في موضوع مهم وراحت تقابله. يا امير عارف كل ده وساكت؟ معلش يا عم انا مش واخد بالي انها معلومه مهمه. كريم ده مش صاحب ادم اللي جالنا؟ ايوه. تعمل ايه؟ هكلمه في التليفون. هو حضرتك تعرف نمره كريم ده؟ ايوه، كان اداها لي لما قابلته في الفيوم. تليفونه مغلق. مغلق؟ طب هتعمل ايه يا جورجي دلوقتي؟ افتكرت، هو كان قال لي انه ساكن في عماره في الزمالك تحتيها مطعم كنت بروحه زمان. يعني حضرتك عارف عنوانه؟ بتهيالي كده. سيام، انا حاسه ان ممكن نديله فرصه اخيره. انت يا امي اللي بتقولي الكلام ده؟ انا ومامتك خايفين عليكي، وانا حاسس ان سيف عايزك ترجعي له باي طريقه، وانت عارفه سيف عندي قد ايه، واحنا كمان مش قده. منين خايفين عليا ومنين عايزين ترموني ليه؟ يا بنتي طالما عرف غلطته واشتراكي، تعالي تعالي نجرب يا حبيبتي بدل ما تخسري بيتك يا ضناي. امك معاها حق، انا حاسس ان انت لو رجعتي له عمره ما هيتطاول عليك تاني ولا حتى هيضايقك. لا لا مش هرجع له، حتى لو موتوني مبسوطين مش هرجع له. على كيفك يا بنتي، دي حياتك وانت حرة فيها، احنا كان كل غرضنا ان احنا نفكر معاكي. سهام اللي تشوفيه صالح ليك يا بنتي اعمليه. ايوه من بكره هنزل اشتغل، هشتغل واشيل مسؤولية نفسي. من بكرة هنزل اشتغل، هو ده اللي هيحصل ومفيش غيره. دي مهما كان بنتنا الوحيدة يا عبيد. جيبلي سيرة البت دي تاني يا ام هنا، انا خلاص اتبريت منها. يعني انت قلبك ما بياكلكش كده وعايز تعرف اي حاجة عنها؟ تروح في 60 دقيقة. عارف ليه ما ماتتش وريحتني؟
ما تقولش كده، حرام عليك يا عبيد الشر. بره وبعيد. بره وبعيد فين؟ بره وبعيد فين يا أم هنا؟ خلاص الشر بقى جوانا ولابت في حجرنا، وبنتك اللي جابته لحد البيت. على فكرة أنا عرفت إن هي قاعدة عند صبرة جارتنا. صبرة؟ ما هو دود المش بيبقى منه فيه. لما أنت عرفت منين إن عند صبرة؟ اوعي تكوني كلمتيها. ابدا يا اخويا، هو انا اقدر؟ ده انت كلمتك تمشي على رقبتي. انا بس كده لمحتها عندهم قاعده في الصال. تروح في 60 داهيه ان شاء الله حتى تولع بجهز. اهي دي العمارة. متأكد يا دكتور؟ تعالى بس. اي خدمة يا فؤاد؟ هو الأستاذ كريم ساكن هنا؟ أيوة ساكن هنا. في أنهي دور؟ في الأول في الثاني. شكرا. بس ما جاش من امبارح. ما جاش من امبارح؟ أيوة. شكرا يا ريس. العافية. فين يا ترى راح؟ فين؟ أكيد نانسي معاه. وحضرتك ساكتين كده؟ إحنا لازم نروح نبلغ البوليس فورا. اهدي يا طنط، مش كده، اهدي. أهدى إزاي؟ أنت بنتي، لازم نتعامل مع بنتي. أسر يا رب. اهلا يا اهلا يا اهلا يا حبيبي. صدق كنت هروح لك شرم لولا خالي الحقني وقال لي انك في الاقصر. اللي اقوله يا ادم، هو صحيح اللي بيتقال عنك في الجرايد ده ولا ده كلام صحافه وكده؟ والله يا عربي في شويه جد وشويه كلام صحافه. انا نفسي ما بقتش فاهم اي حاجه. موضوع طويل، هبقى احكيه لك بعدين. طب يعني هو ادم فعلا وانت صغير يعني اتربيت في افغانستان وكده؟ افغانستان ده على اساس ان انا وانت مش متربين مع بعض؟ معلش يا ادم اعذرني، معلش، اصل انا الجرايد عماله تكتب عنك كتير اليومين دول فما بقتش فاهم حاجه. مش كل اللي بيتكتب في الجرايد صح. بص يا عربي، يعني انا من الاخر كده جاي الدار عندك يومين ثلاثة لغاية ما اعرف هعمل ايه وربنا يسهلها معايا، ولو وجودي هنا يعمل لك مشكلة اعتبرني ما قلتش حاجة، وكتاب الله ما هزعل منه. عيب عليك يا ادم يا جدع، الله، ده بيتك ومطرحك. والله العظيم يا ادم لو قلت كده تاني نزعل منك. انت اخويا يا ادم وده بيتك وانا معاك في اي حاجة لو على رقبتي. احنا اخوات يا ادم. ربنا يخليك يا رب. وبعدين يا صاحبي ما تزعلش نفسك، هي بلدنا بقت كده، بقت عامله زي سوق الخضار، فيها بياعين وزباين، والبياع اللي يجعجع ويعلي صوته هو اللي بيلم الزبون حواليه. ان شاء الله بالذات الغلابه اللي زي حالتنا مالهمش مكان في السوق ده. معاك حق يا صاحبي. تفتكر بقى امتى هيبقى لنا مكان في السوق ده؟ عاطف، انت اربعت الازازه لوحدك. في ازازه تانية عندك لو عايز. ليه؟ هو انا عبيط زيك؟ انا عايز عقلي ده عشان افكر بيه، وبالطريقه اللي انت ماشي بيها دي
في خطر عليك وعليا، يعني لازم تفوق وتصحصح والا هنروح في 60 داهيه. تعبان قوي يا شوقي، تعبان. نام يا صاحبي نام. النومة الأخيرة إن شاء الله. معلش عربي، أنا فلوسي خلصت وكنت بصراحة يعني جعان. عيب عليك يا ادم يا جدع، ما تقولش كده والله، ده انت في بيت اخوك يا ادم، وبعدين انا عارف ان انت يا عم جاي من سفر فاكيد هتكون جعان، فعشان كده طلبت لك اكل وزمانه جاي في السكه. ربنا يخليك يا رب. بقول لك يا ادم، انا بعد اللي انت حكيته لي ده يعني بصراحه كده اكتشفت ان انت لازم تخلع من المشاكل دي، والحل الوحيد ان انت تسافر وتريح دماغك. ناس كتير نصحوني اهرب يونان ايطاليا، بس ما اعرفش اعدي هناك ولا عارف اروح اعمل ايه. يونان ايه ولا ايطاليا ايه ولا هجره غير شرعيه، تغرق في البحر يا ترجع مسجون. شوف يا معلم، انا هعمل معاك الصح، انت تهرب على تل ابيب. ايوه اسرائيل. ومن حظك بقى يا معلم ان انا اعرف واحده اسرائيليه عايشه في تل ابيب، اظبطك معاها يا ادم وتاخدك وتيجي خالع على تل ابيب هناك. وهناك بقى يا معلم بسمع ان المصريين هناك بيتشالوا على كفوف الراحه، يا مرحب. وهناك يا صاحبي احسن من البهدله دي. عارف ليه يا عربي المصريين هناك يا مرحب؟ عشان قوه مصر في ولادها. لما انت واللي زيك ولادها يروحوا يشتغلوا هناك يبقى كده بيحرموا مصر من قوتها. بعدين يا اخي انت مش فاهم ازاي انت ممكن تسمح لنفسك انك تعيش في اسرائيل؟ طب ودم مصر وفلسطين وسوريا ولبنان ويا عالم ايه اللي جاي كمان؟ عادي كده عندك؟ واضح يا عربي ان انت بقيت زي كتير قوي بقى عندهم مشاكل في النخوة. تعرف يا عربي؟ لولا ان انا محتاج استخبى عندك يومين ثلاثة وكنت طفيت في وشك ورميتك من البلكونة. جرى يا ادم؟ انا مش فاهم انت زعلت ليه يا عم؟ انا كل غرض ان انا اساعدك. مش فاهم والله العظيم، عارف انك مش فاهم. انا داخل انام. بتحبيني؟ ايوه. طب قد ايه؟ قد البحر وسمكاته بس، والسما ونجومها بس. كفاية بقى، انت طماع قوي يا سيف. احساس صعب لما تجبر نفسك على كره شخص كان بالنسبة لك العالم كله، والاصعب منه انك تكرهه وجواك بيحبه. بحبك يا سيف، كني صح حافظ عليك. ما قدرتش. انت ايه اللي جابك هنا؟ اتفضل امشي. لا يا بطه، مش همشي الا لما اعرف جبت الالف جنيه اللي اديتيها لاختي حمديه منين. انت مالك؟ يخصك في ايه؟ اللي لكم عندي فلوس وبس، واديني بس اديها لكم. امشي بقى بدل ما اصوت والم عليك الحاره، وحسك عينك تيجي هنا تاني ولا تتعرض لي. ليه كده يا بطه؟ ليه؟
ده انا مرزوق. مرزوق حبيبك. نسيتي حبنا يا بطة؟ حبنا؟ ده كلام أفلام. موضوعنا خلص يا مرزوق، وحياتي ما تتدخلش فيها ولا ليك دعوة بيا، بدل ما أعمل لك محضر وبهدلك. يا حصلت يا بطة. ماشي، الله يسامحك، الله يسامحك. الحمد لله على السلامة. انت لسه صاحية؟ مستنياك. وتستنيني ليه؟ يمكن تحتاج حاجة. احتاج حاجة؟ وده من امتى بقى ان شاء الله؟ انت برضو لسه مش عايز تسامح؟ اسامح؟ اسامح في ايه ولا في ايه؟ ورغم كل ده انا كنت بسامح. عارفه ليه؟ عشان كان حقي، كنت بتنازل عنه بارادتي، لكن للاسف اللي احنا فيه دلوقتي ده مش حقي. امال حق مين؟ بنتي. حق بنتي ومستحيل هفرط فيه. وانت لما تبقى كويس معاها يبقى انت كده بتفرط في حقها؟ دي تبقى خيانه ليها. مش هم، انا امها مش عدوتها. وعدوتها كانت هتعمل فيها ايه اكتر من اللي انت عملتيه؟ ما كانش قصدي. جايز جايز ما كانش قصدك، بس كان بمزاجك. حبك لنفسك ورغبتك في تحقيق تفاهاتك هدوا المعبد على دماغك. وللاسف يا منال، اللي بيتهد ما بيتبنيش تاني. حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك. كريم انت كنت فين كل ده؟ انا قلت انك مش هتيجي. معلش يا جماعة، الشنطة هي فيها 50,000 جنيه، نولنا بقى الهارد وفكهم وخلينا نمشي زي ما اتفقنا. اتفقنا على ايه؟ مش لما اول نجيب الهارد ونمسح كل الفيديوهات اللي عليه وبعدين نقطع لكم تذاكر على اول رحله طالعه للاخره؟ انت بتقول ايه؟ ده انتوا مجرمين. وايه الجديد في كده؟ حد قال لك ان احنا دكاتره؟ طب قال دكتور قوم هات لنا بقى الهارد عشان نمسح كل الفيديوهات اللي عليه. لا ارجوك بلاش، دي حياه بني ادم متعلقه فيه. وماله حاله؟ هو لما يتحكم عليه بالاعدام ويموت دي بتقابليه في الاخره. ايه؟ امتى حصل الكلام ده؟ هو احنا ليه نفس نقرب من بعض اصلا؟ الظاهر ان ده حصل في اليوم اللي احنا كنا فيه كويسين مع بعض قبل الحادثه. يا دي النيله، يا دي النيله، ده ايه الحظ المنيل ده يا ربي؟ كان لازم يحصل حاجه في الليله الزفت دي. انت بتسمي حملي منك يا هشام حظ منيل؟ كفايه انا لحد كده، كفايه. الواد اللي في بطنك ده لازم ينزل، فاهمة ولا لا؟ انت عايز تقتل ابنك؟ حرام عليك. عايز ارحمه، عايز ارحمه قبل ما ينزل للدنيا وتقتليه بتفاهتك واستهتارك. حرام عليك، اللي ما بدأ يقتلني حرام عليك. يا شيخة موتي بقى وريحينا، يمكن لو متي ممكن نترحم عليكي، لكن طول ما انت عايشة وبتعملي البلاوي السودا اللي انت بتعمليها دي بنلعنك كل يوم كل لحظة. عياتي دموع التماسيح دي ما بقتش اكل منها خلاص. عيطي بدل الدموع دم. بس مهما عيطتي لازم تعرفي كويس قوي ان عمر الدموع ما هتغسل زمك، وعمري ما هسامحك. Thank you.
عاطف عاطف. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله يرحمك يا عاطف، الله يرحمك يا صاحبي، الله يرحمك. يا شوقي متعدد عليا ليه الصبح يا شوقي؟ هو انت كويس؟ الحمد لله. هو في لا ابدا، اصلي كنت بحاول اصحيك ما بتردش. يعني ما انت عارف يا عم، انا تقلت ليله امبارح في الشرب شويه ونمت ما تقول عشان انسى، ويا ريتني نسيت. سمير مصالح حب عليا في الحلم وخلاك ابوس، ما فوتش منه اللي عليك دلوقتي. بركه انك انت كويس. مش عارف فيه يا شوقي، فيه ساعة الليله يا دي وانا حاسس ان ربنا غضبان عليا وكل شويه يبليني بمصايب. مصيبة ايه كفالة الشر؟ تصور امبارح بعد ما سبتني ومشيت اتحصرت قوي وانا نايم، فقمت لدوره الميه فوق حصرتي لقيت تعبان في الحمام. اول مره اشوف حاجه زي كده. عارف عملت ايه؟ اديته بالكسروله على دماغه، طيرتها له، فرتكته. وايه اللي ودى كسرولة في الحمام يعني؟ بستحمى بيها يا شوقي، ما انت عارف الميه على طول قطعه من عندي وبستحمى في الطبق. وتقولي ربنا غضبان عليك، اهو ربنا نجاك اهو. اللي محيرني يا شوقي تعبان ده جالي منين؟ ده انا عمري ما شفت حاجه كده يا اخويا. يا سيدي ما تشغلش بالك، المهم الحمد لله على سلامتك انت. يا صاحبي انا قلقان على نانسي قوي يا عم. نانسي عزيز عليا جدا. نانسي اصلها من الحاجات القليله اللي سافرت ورجعت لقيتها زي ما هي نقيه. متشكر يا امير يا ابني على اهتمامك بيها. طبعا ما انتوا متربيين مع بعض. بصراحه احساسي ناحيه نانسي اكتر من كده بكتير، وفي موضوع كنت عايز اتكلم مع حضرتك عليه بس الوقت مش مناسب. باسم الصديق، ايه اللي بيحصل؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أؤمر. أنا عندي معلومات عن أدم عبد الحي الإرهابي. أدم عبد الحي الإرهابي؟ مش أدم ده الإرهابي بتاع مصر اللي قتل الأمريكاني؟ هو ده يا باشا، أدم أمين عبد الحي. آه ماله؟ بس أنا قبل ما أتكلم حضرتك لازم أضمن حقي في المكافأة بتاعت السفارة، ولازم أضمن إنها ما تروحش لحد غيره. كافئة ايه وزفت ايه على دماغك؟ استنى بس ما نشوف احمد بيه عبد الله هيعمل ايه في الموضوع ده. ندخل. سيف باشا، في اشاره مستعجله يا فندم جات لنا من الاقصر دلوقتي، بتقول ان الواد ادم عبد الحي مستخبي هناك. انت متاكد من الكلام ده؟ يا فندم الاشاره لسه جايه لنا حالا. سويتش بسرعه حول لي الاقصر وبعت لي مقدم هشام مدكور بسرعه. ساعات ها عربي، بالنسبه لادم اللي انت جايبنا علشانه فين؟ فين؟ والله يا باشا انا يعني كنت سايبه هنا وجيت جبتكوا وادينا جاي معاكم. وحياه ماما هفرمك.
واحنا عيال صغيره معاك على ايه؟ ما تطلع يا باشا. انا والله العظيم ما اعرف اي حاجه يا باشا. انا الورقه دي لقيناها على كوميدينو في اوضه النوم جوه، مكتوب فيها